وحنادي كرا مرحلة دي مركز عدي ميت كمية تين نوقع كي تاسبي بامبوي نميش دحدي سالو تورتورة يو إلى سطح بدوه الصب أو تليها إن آر آر يو ده نيك اللي يراه إن أحمد تيرو قعنته كهي وأنا جو 50 سنت كيربان يسلين عفر ديني سيجو سير كريمة جوده نود هي وهو يقول يدي بامبوي كان جرادة دي إنك أنا أراك أنا بامبوي جرادة دي بامبوي شقق مالها عادي يعني كم كوجو حجاك أنا بام وأنا عصبيين وأعرقنا هذا دون تهدر بينك كتشرو كتور ماش أكو هذا دمني هاي تاريخ بأننا كنون خلاص وبيرجي سد حسدون كلا اللهي مركا ويسكا قص قصلين ميد كم يدو هنا كهيساو تورتوري لكن مرول بواح الله وح سو مالي لان ليدا هذا أو هل كان تبلوغ هذا يعني شو سد أذكر دواتي سي حالا ذلك بشرتي شعب كبار اللهي مقال هذا إنك بدن سيرت تجني كايدو كهار رئيسنا صبح هذا شركة جليسان ويدن دول كرين ويدن حرحر كرين ما يدان عبسان المياه ما يدان كفانت يدان وقعان تكسدين واكو تلقى اللي إنا أمان نالكو لايو أمان نالكو حرحرو واكو تلقى اللي لكن آنا كبحين مقالت ساسان بكو شقيني انتو مدان مركا كقادال دقاق با كبير وضي مقالت الله سعانو قبل كهوة قبل كسو دقاق با كبير وضي يميالا كالبا دقاق سي وحوكا سعودي قربها dalka gudhiisa iyo Puntland ayuu ka socday shirkaasana dhaqdhaqaaq ugu badan uu ka soo bilowday ka gadaalna dad dhalinyaro ah khayr allah siyo intii dhimatay allah uu naxariisto inta nool allah barakeeyo akhira iyo adduunkaba yaa dhaqdhaqaaq dhagaxtuur kala soo horjeestay maamulkii magaalada haystay iyo meelo kale oo badanba كان اسمه وحب بلابي دل دل بو بلابي قومي اه انكسي قومي الله الله يددك ايو بلابي حباد نولون الله او استعمال ايو بلابي وحكاسي الرئيسي ومددر ترتي الى ايو لابد يكون يتدوالي مكي اي ايوكو يمادين دل كمك ايدين داد ان حباد مدنين الا الله ايو وعيدا كبدا وعنديه كرب غول يكون تقفوا يكو دويه كل بغول كبدا انت انا وانا حسوسنا ايا دل كود سعودي باي سعود طبعا يدو نقنقاقا سجرو وها نقنقاقا طبقا كسي قبطي دل كي هدراو هدراو لن يرابوها لن مجتمع جعلي ايبوها لن عدوالي بصاحب لطاها ايبوها لن جنادة قيلة يوي سان سلايا رياس طيب كعدون كاسي دل كي هدراو ايا طبقا كسي قبطي هل كامركي مري سوانو أرقني إن قصاري وقوينا صوص عدو قلنا ليردو وحي توريان او دقحي هاي وحي ودوينك كوكوينا يان او دقحي هاي وحانو اس أروسانا يحك فرابادان بان اس أروسانا مرحالة دا اس أروسي قلفت كيدو وچي يبادان بايل هاي وحانو كو آنكو قادان ناي إن آنو أرنتتان كقلو دين عكالي gara jaamac gara ismaaciil allah khayr allah siyo yaa la kulmay anuu ragii markaa la kulmay ma aheyn aan fikrad baan u gudbinay fikradina uu nala qaatay wuxuuna nagu dhigifigeliyay in saddex iyo soddon xubnood bulshada laga soo doorto saddex iyo soddonkii baan anigu ka mid noqday nasiib wanaag waxaana ka noqday guddoomiye ku xigeenkii guddiga حبادي كسعتي مرك الله إن دقح طول كلا سعانو كسعتي وحنو بدل حبادنو البنو بدل ما اللي يرادينا نعبا نؤدوني وحنو كوا يعقليني نشوشي أنا قحطور ما دابا قلكو ذي بطي كعدون كسيد اللوغي حي وحوا بلاويدة الشعبة وحونا آد وقصرك عي كدي دلالكي بطي ودن بيدلكي هدراوي كدبنا أي دعضي إن ضدكي أي شعبك هاي مدهراتي إذا ما دي هالكن شوقي إمام ملك الصومالي لان أي سيان كالسوع هاي حبادو لدعان واح إنتا كبحسن ميا كعدون كسلسنا شركة تشيكتيقا أتقصو قشين يا كعدون كواح كده حي ميجر قايد بوكا شركة لكن لما وضع رنكر كل معنى هوشا سيكدن بيس قايد بو سكا وحيابها كعيي ضدك كعنت ضدك ان قيبوكا قدري بالا سميهي صدح يصدون كاها عاد قدومي كحيان كان نقطي قدقو هالكي وحكا بلابين سيشي قدو دوكو بلابين وحكا بلابين
waaniga ka waramay dhalinyarada asa dhagax tuurka ka bilowday dhalinyaraduna kacdoonkii mobilization koodu wuxuu ka socday meelo badan uu ka socday dhalinyarada asa bilowday sida ay ku bulaameen mujtamac wuxuu iska soo dhex doortay 33 ka gudiga 33 kan een waxa gudoomiyay een garaad jaamac gala ismaaciil een 33 gudi ay iska soo qabtay guuridee dadka deegaanka iska soo qabtaan sidaas aan ku gudidu ku sameysantay gudiga markay tashatay la tashaday la wada hadlayna waxa la isla gartay qasaaraha dadka dhalinyarada ku socday aan hubaysnay in wax ka bedel lagu sameeyo in halkii dhagax laga tuuray qasaas la isticmaalo nool oo la isku difaaco sidaas ay fikradu ku bilaabatay waxa ku xigay in ciidamadii een waxa jiray 3 ciidan baa dadka deegaanka lahaa 3da ciidan waxa ciidan dibadda ka jooga magaalada Las Anod oo SSC qaatoon ku suntan ciidana wuxuu ahaa ciidan Puntland ka tirsan laakiin deegaanka leeyahay ciidana wuxuu ahaa ciidan Somaliland ka diiwaan gashan laakiin dadkan leeyahay 3da ciidan waxyaabaha gudigu ku guuleysto tir dhahaadka waa inay 3da ciidan mideeyaan magaalada Las Anod ay wada difaacaan arinta ugu weyn ee gudigu sameeyay arintaas ay marxalada badan ba maareen ka rabay ciidanka ugu badan arinta ciidanka sidee u maareysay aad ugu waqti badan baan bilibay waqti badan inaan ciidamadaasu ay si meel ka wada hawlgala waqti badan baan gelin runtii waqti badan baan gelin waxaanuna sameynay inaanu soo gelinay markii hore ciidamada banaanka jiray ama Puntland ka yimaadeen ama iskoodba oo madax banaaneed inaanu gudaha soo gelinay hadii gudaha ay ku soo xiroodeenna aanu ciidankii deegaanka dulay saaray ismadii baan noo yimi ismadii baan markaa in xoogga nala saaray isla markaana waxaanu mideynay ciidamadii noo hawsanaysna kacdoonkii oo taagan dad badan ay dhinteen shacabku xaaladdu soo kacsan tahay Soomaaliland waxay soo dirtay gobolka Wafood wasiirro hoggaaminayeen ciidamo ku jireen inaad la kulantay baan ugu maqaala kulankii ugu horeeyay aad yeelateen wasiirka in hoggaaminay see u dhacay maxaad sa kala kulanteen kulamadii ugu adkaabay ahaayeen su-aal wanaagsan weeye waa mahadsan tahay kulamadii ugu adkaa ee uu gudoominayay wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland mise kulan bayna kaahin bishii Janaayo bartamaheedii bay ahayd ilaahay tukuuroon yahay waxaanu isdhaafsanay dood aad u adag u gaadhaysay mararka qaarkood inay gacan ka hadal u dhaco hanjabaad ku jirtay diidma cadiga ay ku jirtay hadalka anagu aanu la matagnay 3 nin baa aanu hadaysay gudigayaga waanuna dhamayn dhamaantay subaxa 85 tignika gaadiidka badan oo dabaabada ah oo qafilan baan ugu wareegsanaa waxa meesha joogay wasiirka arrimaha gudaha waxa joogay wasiirka warfaafinta deegaanka u dhashay waxa joogay wasiirka cadaaladda oo nin habar jeclaa isna hadda magaciisa xusuusto ninka ugu fiican buu ahaa wasiirada meesha yimi ninka xaqiiqda ugu dhow buuna ahaa waxa ka mid ahaa wasiirka gaashaandhiga ka mid ahaa waxa ka mid ah wasiirka xanaanada xoolaha oo daalim ah daalim weyn hebel sulub miyaa la yiraahdaa baa ka mid ahaa waxa ka mid ahaa taliyayaasha ciidamadooda oo dhan baa ka mid ahaa oo goobta joogay waxa ka mid ahaa kuwii aaga kan oo dhan baa ka mid ahaa anaguna dad odayaasha u leeyda baanu ahayn gudiga 36 ka waa 36 ka saanu ahayn oo dhameeyay 3 nin baanu hadsaa aniga iyo laba nin oo kale marka gudiga ugu horeeyay gashay ha waa shirki gooreeyaanu kalay waxaanu u sheegnay halkee ka dhacay shirkaas waxaan rabnaa dad keenay guriga gobolka meesha la yiraahdo Xamdi ka shisheysa halkaas uu ka dhacay waxaanu u sheegnay nimanka 3 qodob ba hadalka ayuu ku urursanaa hadalku waa badnaa 3 qodob qodobka koowaad waxaan idinka rabnaa ciidamada inaan saartaan ka saartaan magaalada inaan ka saartaan deegaanka ka saartaan oo qodobka labaadna wuxuu ahaa halkan shir baa lagu qabanaya shir aya ka tashiyo dadka deegaanka iska leeyahay halka lagu qabanayo arinta 3aadna waxay ahayd inayda shirka waxba ku darsan waxba inaydan ku darsan 3 qodob bay 3 qodob de nimankani ma rabin shiryaga ka madax badnaanada ma rabaan ciidamada halkan laga saaro ma rabaan
إلهي هدو كورو يهي نبتكلية دي كما أقولين هيدن حوب لو استعمالي يبا ومالك عدور يلا تنقف بابا دي ماتي أوريب ودالي يراء بابا دي ماتي ورساس لمري دوتك مدهرة دي دوتك مدهرة دي با ودوين كبوين مدهرة ما هيني هو بيوايني وحي خبين إني اسكعليان دوتك لكن مراد أن كله هني مثير وابها وحوشة جي، and شركة سكاس وها شرما ولو كلك عي، شن ساعة ضادي الديرات بالسعودي، إلى سديتي، إلى إيو كودي وقت كله بصورة ماذا وحلا عم بصورة ماذا، and هيا بها ديني أو ماشة عن كودي نبوق أو جبلا كده عي، وهي ربعيني فيلم كده وفتان ماشة، فيلم كأنا أنت يشتر أنا أسيدا إيو كدوني أنا ترجمان وعذيان بيربين. أرين ثانو وأيشور تاعني فدي جوجو ريبان شور تاع هذا لب هذا ما ماشي كصوب حي نكلو عاقل هو عاقل عبد الساق حمد فلالو سمال له كان نودا في ويدي ما أنت يصوب حدا وما أنت هس هل كان نودا والتي كري ويدي سمال كن بمشيين ما نقارن كرو حصوب بيا هاي حق بدن بكادلي شركة آية لها وحلا عام صوب حي لكن أنا كفر أيك يجيني واجي سني وهي عندون إنين واجد بني أنا قول نبض قبلنا نواك الصباح. وحنا ربنا. وحنا ديه كلام مرحلة ديه مركز عليه. ميت كمية تيم نوقعت كي تاسبي. سيدا على البشر كتير كل ما درس يحيي كمية حياة. كو وقعت كا. أما مرحلة دي وقعت كا يد مرتين. كون كي الله يرتين وسير هذا سؤال لك سعودي. بالحداد نتكا بدن أو حدا إن داونة شرر كاس يا مرحلة حال صوم مري ور بدن كهاي. وحياة به شركة حمدي أي محارن تقبل كاتب يرتين. وحيبين شركة أديرتين أدسوي ديسين أما عيد الدهان اللي هذا الذي ماشي حكى شركة قصوى لحبه حسوس هذا ضد دبل علسم حكم ده حنور شركة على هاي وحكم ده هاي هل كان دولة باك تلسا إذا كنا واحدين أضيع الجرو ده دي معاوي إذا إذا ما عاود إذا تغانا من نمت شرتو إسلام ما كان عد كستو شرعي كواحد كل بتاع كعمبرة لو قبانين إذا ما دونا أمر بيو قبانين سوا قبته هذا لا عين كاسو هندداد بكتيري لكن مرول بوح الله وحسو مالي لان ليدا هذا أو هل كان تبلوغ هذا يا مجرو تكو عنك يب كاسو هذا لا ده ساكم ده واحد إذن كعدد كتيعي باكم ده هاي يعني هدي لكل جراد ندين نواب في الموالايال باكم ده هاي بنبوي نميس دحدي سالو تورتورة يو راسة حبضو ده الصب أو تليها إن آر آر يو ده نكلي يراه إن أحمد تيرو قعدتك وهاي وأني واحد 50 سنت كيربان يسدين عفر ديني سيو سير كارما جودو نود أي وهو يقول يدي بمبوي كان جرد ذي النا كان هذا كي أنا بقول جرد ذي بمبوي شقق ملها هذه يعني كم كوجي قا كي أنا بقول وأنا عصبيين وأعرفنا هذا دون تهدر بين ككتر وكتور ماش أكو هذا دمن هاي تاريخ بأنا كان نون فرنسا وبيري جسد يسدون كل اللهي مركا ويسكا قصقصلين ميت كم يدو هنا هنا كهيساو تورتوري أما تورتور بان كلام يسكت هذا دون تهدر بين ككجو مركا هذا كيان إني كراك يعني بان كل هذا أنا يرسوقة لكن يسوي حكود ده يوير جرادة دي النية إذا ما ضيوا تام بس تي ميرش التليفون بان على مقشيني جرادة دوانيدين أو قران إن أبالي إن سوق قران إن أتشتان أو هذا الشان لكن شركة وين حكومة ده يلو كورايزا بان ركويل خد ديجان كانوا دشيني وكتشرين ميرش وافدين وحكم إذا بارنامان كخرج كتشر حكم إذا حكومة دو سيرة بحكم إذا وسير كحجينا تشوقي واحد تشوقي ده يك أو أرالي يو لكن تيجان كانوا دشوا دوري تمام قصة تشوقي ورجوا وين ومانتا نورو مانتا حاضرها كوا أجو هذا كوا أجو دوت طي هذا الكبدان بينهاي كوا حكومة ده يك بارنامان كوا كتشر وحكم دوت بدنا كوا دوري تمام كا يك أيسو يك أو أرالييني بحكم بابا كا عرض كاب أو لكن ما كان حلالين هلا الماء يا لكن يا كعبة كأكتيفيتي بدنا وكين تسبدنا وكذا قال بدنا لما كأقو أتكان لما كرنتي عندي كرني ما كسيها توري تواني بيها سيد أتك دواعي سي حالا ذلك بشرتي شعب كبار اللهي مقال هذا إنك بدنا سيد تيجي نكاي دكوا هرا رئيس ناس صبح هذا شركة جلسان ويدن دول كرين ويدن حير كرين ما يدن عبسان المياه ما كفنت يدن قعدت كسرني وأكو تلاقي إن أمنا لكل لايو أمنا لكل حرحرو
وكتلغلي لكن انا كبح مقالد هدي وهو اللي بيي ما دار ثاني هدي نغوس شنتو اني شقيش شنتو اني شقيش وا وكتلغلي مربا مركا كدن بيسنا ان كرسوني ديدي واسيو كورديس واهلا ما جلتن كل مكله اوكي قالو سوكلاتي كد ها هي كلن كلبات een waxay jecelayeen inaan mar labaad isku soo noqono si wax u furfurmaa anay waa diidnaan aan isku noqono halkaasay naga taagantay baan ku hadda yeelaysana yeela hadda idan yeelayna idan kaydinta kulan labaad ba la soo qaban qaabi kulanka labaad laba kooxood oo wada socda bay ahaayeen dadkii deegaankan u dhashay bay horta guud ahaan dadkii deegaanka u dhashay bay ahaayeen laakiin waxay ahaayeen koox xilal haysa iyo koox aan xilal haynin way ku jiraan rag aan leeyahay rag u ololeeyo iyaga u shaqeeyo laakiin aan wax xeel ku magacawnay way leeyeen odayaan weeye labada kooxood bay ahaayeen labada kooxood de hadal baan isku tuurtuurnay de guriga golaha deegaanka dawladda hoosaan ku shirnay maayirkuna waa fadhi iyo ku xigeenkiis ee xogayaha dawladda hoose dadkan xusuusto marka wali Soomaaliyeen iyo maaya iyaga waxay noogu xisaabsan yihiin ee dad xuquuqda ay haystaan deegaanku leeyahay iyaguna niman ku kulkulul arintan ma ahayn waayo waxay arkayeen jawiga aybay ku xisaabtameen marka hore aan guriga gobolka ku wada hadlaynayna waa joogay jawiga socda bay ku xisaabtameen oo mar walba muuqaalka sida anagu ama haddaan dibac samaynana iyaguna sidoodii bay wax wadan lahaysay ila tahay aniga wasay aniga ila tahay hadiise arkeen rag aan wax kala leex leexada lahayn inaan adunna rag waa weyna waa acceptable bay kuway kuma kulkululayn inay difaac nagala hor yimaadaan ama non-mediate kareeyaan oo ay isku dayaan inay annaga iyo kuwan kale inay dhexdhexaadiyaan ma kuma talagalsanayn marka aad baan doorka golaha deegaanka u amaanayaa dad dhulkan laga soo doortay oo cidi waxma siin wixii anugu aanu siinay u bixiystay waana acceptable ma waa kuwa waana ku amaanayn oo ilaa iyo haddana waa kuwa dadka u shaqeynaya u adeegay khayr allah si waxa marka kulanka labaad maxaa nijid kulanka labaad wuxuu ahaa in nala dabciyo kii hore maadaama aan ku aqaan oo wax isbedela aan diidnay in anaka la sukaayo soo diro si aan isu dirno laakiin nimankaas waxaan u cadaynay inaan isku qolannahay inaanu ilmaadeernahay inaan dhulka mustaqbalkiisa iyo dantiisa wada leenahay baan isku qancinay een ilaahay hadduu ku rahay cid wax idin siisanay aanay jirin xilka iyo xuquuqdaada dheer haysataana inay tahay mid deegaanka iyo dadkani leeyahay laakiin waa soo dhaaftay waxay maraysaa caruurtii iyo dumarkii rasaas la mariya nool miyaa difaaci karaysaa rasaasta nool iyo hubka kan lagu leynayo dadka miyaa difaaci karaysaa maayabay noqotay iska daaya marka idinka wax doodo ina dhex maraya ma jiree ragga dooduna dhex maraysa iyo dagaalku waa ragga guriga xamdi fadhiya wey oo ina kaahin kamid yahay ina suluub kamid yahay wasiirka gaasha andhigo ciise kamid yahay taliyayaashoodu kamid yihiin ah nuux baa kamid ahaa ka taliyaha araaryoodaa kamid ahaa ka taliyaha ciidanka bilayska kamid ahaa nabad sugidooda iyo mooji in cidi ka joogtay anigu sidaa uma kala aqoon rag baar cadaynayo baar qabays waa baar qabaynayay laakiin baar qabayska wax badan baa ka dambeeyey ay wax badan baa ka dambeeyey markay halkaa wixii ka dambeeyey waxaa bilowday nuglaanshahoodii annagana waxaa kor u kacay xoogii dadku wuu buuqayay dad badan baa noo soo jeediyay inaanan u tegin oo la hadlin dad badan baana baqdin gelinaya oo nagu lahaa ha u tegina waa laydin qabqabanayaa waan su bareerinaa baan kuna idinkuna suga dad badan baa waxay lahaayeen idinkaa laydin kala furfurayaayo waxbaa laydin tuurtuuraya waa kaa dad badan baa saa lahaa laakiin markii dambe ee annagoo shirka hore in lagu kala kacay baad sheegtay mararka qaar gacanka hadal u dhacay ama lagu sigtay maxaad nooga sheegi kartaa gacanka hadalladaasi ama cidda u dhex maray rag badan oo meesha deegaankan ka tirsan yaa annakana difaac rabay inayna difaaca laakiin waanu isku duubnayn oo uma dhaqaaqin uma dhabargudin aflagaadaa dhacaysay mararka qaar shaqsi ah hebel umaadaa wax tari kara iyo goormaad wax ahaan jirtay waxyaala caynkaasa kasoo yeeriyeeray dhinacooda laakiin anagu mar walba waxaanu matalaynay mujtamaca hadalka iyaguna wuxuu hadal midnimo
يهذا الجود أو شرف لبوا ما عيدك سكوا معدنا نور قادم وشرت ما أفهمه حتى فرد يعني تلا يسكت أجو عندها فرع لسكيرني وشرت لكن نبغى لسكي بيستي مشرين هذا الكبح عن حال عندي كرا عن قات كهذا لك حم باك نعيبه ماش لمن كان لك قلنتين سعيد سلوب سيجارة وحستي واتكوت المانتي إنه أحاقف مركز سحون أما مشري مساء هذا كهوري كشرتي محاضرة شدي محوسك قصو إحنا وسيرة كلا تقولوا كلن تين قبل سعيد وادا اللي مهي أيه. أنا كل شيء خجي لبدي يكون يتطبدي هرجع كان رجع قبص ضينا قبل بوها وسيرك وسيرة ذا بيرجع حكومينا وها مانتانا وعيتامي كلا وكعيتامي إن قبلها كعدون ككشرة ناجيهن نبو ما كلمة سوقيري ناجيهن يعروريهن هداد عشان ويدان وكتشوتشون ويدان بس والله لينا يا ولا أفر هذا يقول ده حد يسكون مع عابي أنك وحبا نجامة قاعد كرتوا أنك السومالي لين بأن لي ده هذا الساق بأن لي ده هذا أبو الهامر كتون ساسو هذي هاي لكن دول كنا سدول الساقين مو جميع ما يحبا ما نين وحاء ومركع كرسي وكفر ديا أمه قدام كلي أبوها نين سومالي نين مكان مو قط ما هين نين إسلام نين مو وحكو رادينا ما هين نين أذاي نين مو يدعى دوتشو جي وحكو رادينا يا ما هين وحوا هادينا أبوها نين مسير ك أركتيدي سكلي أي كرسي كوتشو جي وحكو أي كفر كوسالي سنتاي أبوها دان غران كارين إن وحاء وح كبدلني ما كارين برتو أبوها وسير كاهن أهر بودي رجع لقولنتين حد نوقشي كرت تاريخ خاص يمالن كاسي حالة حساسة جدا ده مرت هذا الذي سي إيو وحيات كلا قولنتين فالعالس في سوا هو نن أود بوحدة إنه هايستو سو 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 سقبة بوها وربنا نانهين بوها وهو نن بارق بينا يودوبي يبوها نن يعني جودي كان يدت كان لها الله يانا أوها استدت معناها إذا صار رقاق سي أما هذا اللي دلوا جيني وحكم إذا إن قرب تشوق العجنة سي سي إيو إن كعذور يعني دي بدنا لك صو مع ملايو وحين كاس يا كم إذا هذا اللي سووا هذه شرمر والبيئات كده جي إنه جرى جامع أو كره أي مرتي هنا وي ما هذا وانك وزير كريم أبو ده معمول كأنا جاي سنا لها وصل بابا خذو أيان تعرفوا هذا الذي سقط مني وحكم إذا قرأتك كعبني ولا قرأتك قرئ أنت نوتشو شوغايو إنه نو يردنا ونمرتي قادنا ووتي إنه أنك نو يمعتنا وانتي بعد هذا الذي سكمل هاي مركا إن مركا دم ب يسوي رجيني إذا كان موقته فيزيكال أبيرنس كيس مركا ناقلني ورجيني مركا هوري مركا نلا هندو إن هندد منه هو وجه هوس ولا لادن لكن مركو أركي نبنا نكو كدم بيجي بينو كسي هذا جه حاجة مورال شبه كوي مركتهم إسكت أجابو مركتهم نوي إسكت أجاب هذا يدل لنا قطنا بلطات كوابني يوجد كوابني وحناوسه درة أنا جا مركيبا كودي أو واحد من بانك بحنا شركي إسلام مركيبا حفيز كي يجيب عن تجني شرك دك دك ما نقوله وحنو كسب بحنا أفرتي بركي قلم نمو ترشي بانو دبو كلا إنا واحد جودي الله درة يا شرين إن واحد دبع الله سميني أشري إن مواقف تأي مبادئ إذا ساك هل كان هذا واحد كبد يلين إن مرنا بالجسد تيجي معنا كأغاه ماشي بنكو قدين قد هذا بارسر بنا وقوك وهاك إني صحافة أصلًا مر كان دينا مجال هذا قحبة كسعودي صحافة دو كله دينا واحد شري صحافة دينا اللي كدوه بيه بالمالك هسوي مالك هاي دي وادي دي وسورة جوا دريري نامن كوني هذه صحافة لطوه يعني دينا إنه دريري ما يكفي وحيش كدين مر والبا إني دبر جد markii hore in waxay bilaabeen dagaal afka abay bilaabeen ragii isku xiyay marka wasiirka cadaaladda laga reebo halka dagaal afka ah ee mid personal ah mid adeel ku rooyay mid siyaasadeed mid handadaad waxay bilaabeen markii hore ninkaasu nin hadal degelle oo waan waan turxaan lahayn buu ahaa nin dadisu adigu dhaxdhaxaad tahayna uu ahaayo markii aanu usleeyay een waxyaabihii deey jabhadaas soo martay iyo ni soo maray ma qoys waxana ka dhashay baan isleeyahay oo xalaal ku koray saasaan ugu ugu muuqanay laakiin wuxooda kale xaraamiyiin bay ahay kulligood most of them waxyaabihii kale isleeyahay kacdoonka marka way sii baritaareen saxaafada kamid ahayd dhinac ayagay saxaafada joogtay saxaafada deegaanku een waxay nala lahayd xidid dhow bay nala lahayd wa in isla markaana waxay ka baxeen in adaadiskii lagu hayay bay ka baxeen oo waxay xurriyad u heleen in waxay doonaan noqon karaan waxay doonaan ay doobi karaan bay fursad u heleen
waxyaabaha halganka taageeray oo ka noqday qaybna ka mid bay ahaayeen ilaa minbirow ilaa midhamaa ilaa maantada aynu joogno. Dhinaca kale waxaanu ka faa'iiday dee saxaafadoodu annaga noomana imanayno magaaladana uma ay furnayno, magaalada kacdoon baa ka socday oo markaaba xitaa ciidankii bileyska ee ay magaalada ka sameeyeen waa burburay, kii xabsigu waa burburay, meel kastoo ay madax ka ahayeen waa ka carareen, waa ka baxeen, gooja cadde iyo inta agagaarkeedaba isku urursadeen. Dee qof kale oo aan deegaanka ini markaa kaba ma lamaba ogolaynba, maba la ogolayn. Sidaa darteed baa faa'iido badan baanu ka helay saxaafaddii markaa joogtay. Xoriyad bay ka heleen, waayo way cabursanayeen, waa la xidhxidhi jiray, waa la kantaroori jiray hadalkooda. Sax iyo qalad midna looma ogolayn inay kamaradooda duubto, makarofankooda duuba lama ogolayn, laakiin xoriyad bay heleen markaa buuxa.